حرفيا يا برنس يا غالي يا ابن الغاليين، الاهلي داخل في مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا، مشكله تقدر تقول عليها يا بيه احنا خدنا عليها احنا كالاهلي، يعني خدنا عليها بسبب كاس العالم للانديه وفوز يلقجع هو السبب فيها بسبب امم افريقيا، وهنتكلم بالتفاصيل يا برنس. اما برضو المشكله الثانيه مشكله نادي الزمالك في صفقاته الجديده، يا برنس بعد قفل باب القيد خلاص كده نادي الزمالك مش هيجيب حد تاني، وهكلمك بالتفاصيل على المشكلتين او المشاكل اللي حصلت في نادي الزمالك في موضوع الصفقات الجديده ديت يا برنس، وايه اللي كان ناقص، ولكن بعد اذن اخواتي كده اللايك بتاعك يا برنس، عاوزين نوصل الفيديو ده، طالما احنا مش عارفين نوصل ل 500 لايك نوصل ل 250 لايك بعد اذنك يا برنس، تنزل تعمل اللايك كده، ولو انت اول مره شفنا يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه تنزل تصلي على سيدنا محمد عندك في التعليقات يا برنس، عشان ربنا يبارك لنا كده ويبارك لك كده باذن الله يا برنس. المشكله الاولى بتاعه النادي الاهلي. الاهلي يا برنس طبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي هيلعب كاس العالم 2025، وكلنا عرفنا امبارح ان فوزه لقجع طلع يا برنس وقال لك تم التجديد لوريد الكارتي، لوريد الركراكي لان هو يستمر كمدرب الى منتخب المغرب، وقال لك كمان ان البطوله امم افريقيا 2025 هتتلعب في الصيف مش في الشتاء زي ما لعبناها دلوقتي وزي ما لعبناها البطوله اللي فاتت. طب ايه المشكله يا عم جيم؟ ايه المشكله؟ المشكله يا بيه ان النادي الاهلي عنده كاس العالم في 2025 في نفس الميعاد. افتكر كده موسيماني فاكره؟ اللي كان بيتلعب في الامارات اللي كانت نفس المشكله. الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه ومنتخب مصر في امم افريقيا ولاعيبه منتخب مصر مع ولاعيبه الاهلي مع المنتخب، والاهلي ساعتها بقى حصلت مشكله، الاهلي هيطالب بلاعيبته اللي مش عارف ايه، وساعتها احمد مجاهد اللي هو كان ماسك اتحاد الكوره قال لك كل لعيب الاهلي هيلعب بلاعيبته والمنتخب يلعب بلاعيبته، كان قصده يعني احنا لو خرجنا، ولكن كملنا للنهائي وقابلنا السنغال. ولكن القصه انا مش فاهمها، هل بتوع الاتحاد الافريقي، وهو كاس العالم للانديه ده مش تبع الاتحاد الافريقي بتاع الفيفا، طب البطوله الافريقيه تبع الاتحاد الافريقي، طب انت يا اتحاد افريقي عارف ان في عندك الاربع انديه من افريقيا هيشاركوا في البطوله ديت، اربع انديه من افريقيا هيشاركوا في بطوله كاس العالم للانديه، وبرضه في انديه من اوروبا يا جماعه هتشارك، ولكن ما تقارنش الاثنين، ما تقارنش انديه اوروبا بالانديه عندهم كذا لعيب، ولكن انت ما تكلمنيش مثلا عن منتخب مصر في 7-8 من الاهلي فتقول لي الاهلي هيكمل كده، يعني بتوع اوروبا عندهم المشكله وعندهم الحلول ان هم يقدروا ان هم يعالجوا الموضوع ده بتاع اوروبا، فما نتكلمش على بتوع اوروبا، هتيجي تتكلم على بتوع الاهلي مثلا فتيجي هتكون مثلا باذن الله الشناوي هيكون رجع، هيكون عندك عبد المنعم، هيكون عندك اكرم توفيق، عمران عطيه، يعني حسب يعني، فيكون عندك كذا لعيب في منتخب مصر من الاهلي، فانت بتتكلم الفرقه عصب الفرقه هيكونوا في المنتخب، فالاهلي هيروح يلعب كاس العالم ازاي؟ اما تيجي تقول لي مثلا ريال مدريد هيبقى عنده واحد ولا اتنين في منتخب مثلا بلاده او ليفربول او اي فرقه يعني هتشارك من اوروبا، ده واحد ولا اتنين بكبرهم قوي في المنتخب افريقيا، وغير كده عندهم بدل الواحد 100 يقدروا يلعبوا بيهم كاس العالم، فما نقولش اوروبا زي افريقيا، احنا بنتكلم على افريقيا وبتكلم على الاهلي بالتحديد. النادي بتاعي. فاحنا بنتكلم ان في مشكله هتقابل، فلازم ندور بقى على الحل دلوقتي. نكلم الحاج فوزي، ماله؟ نكلم بتاع الاتحاد الافريقي، نقول له يا باشا شوف لنا حل، ما انت مش كل سنه تلبسنا اللبسه السوداء دي؟ مش كل بطوله في كاس العالم تلبسني يا جماعه، ده كاس العالم للانديه بنظامه الجديد ب 32 فرقه، فانت رايح البطوله دي بتاعت كاس العالم دي فلوسها حلوه، فانت رايح لازم تثبت نفسك يا بيه، فهنشوف القصه ديت ايه نظامها وهنشوف الموضوع دوت، عشان الواحد بجد متضايق جدا بسبب اللي بيديروا الكوره في افريقيا، حرفيا كوارث، حرفيا. دي مشكلة الاهلي. مشكلة الزمالك، نادي الزمالك يا برنس دخل الصيف عمل 10 صفقات ولكن نزل صفقتين،
نسي صفقتين، صفقه المهاجم وصفقه المدافع يكون قوي. ماشي، بعد اصابه الونش النهارده فكده نادي الزمالك باحتياج الى مدافع، ولكن تم قفل باب القيد، خلاص باب القيد اتقفل في مصر، فكده نادي الزمالك مش هيجيب صفقات وهيخش الدوري بكده. وتقدر تقول كده قلوب الدفاع بتوع نادي الزمالك في الموسم يعني بالنص الثاني من الدوري يعني، او احنا لسه ما كملناهوش الدور الاول لما نرجع يعني، هيكون ياسر حمد ومحمود علاء، ويبقى عندك حسام عبد المجيد. ولكن كنت انا بتمنى ان نادي الزمالك يجيب مدافع يكون قوي يقدر يشيل الدنيا، مدافع كده يكون في عز الونش لما كان فايق كده باذن الله ربنا يرجعه بالف سلامه، تجيب مدافع يكون بنفس الحجم. نادي الزمالك ما عرفش ان هو يستغل جاب ياسر حمد والكلام ده، ولكن انت ما جبتش مدافع يكون قوي جدا. ياسر محمد مدافع كويس جدا، ولكن لسه انت ما شفتوش، وارد جدا من العشر صفقات اللي انت جبتهم 3 4 يمشوا في الصيف، ده وارد جدا، لان دول صفقات اسامي، لسه ما شفتش الصفقات ديت لما تخش مع الفريق ولما تلعب، انت فهمت قصدي؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي ان نادي الزمالك عنده مشكله في موضوع قلوب الدفاع. هل بقى المدير الفني الجديد هيحل المشكله ديت؟ هل المدير الفني الجديد هيعمل توليفه للاعيبه نادي الزمالك ويعرف حتى يدار العيوب زي ما كان بيعمل المعلم البروف؟ يعني البروف كانت فرقه نادي الزمالك عندها نواقص في بعض الاماكن، ولكن كان بيعرف يداريها، كان بيبين لك الفريق كله قوي، بيبين لك ان الفريق كله ما عندوش مشاكل. انت فهمت قصدي؟ فديت حرفيا، هل بقى المدير الفني جوميز هيقدر ان هو يداري الليله دي؟ هنشوفه في المباريات الجايه. ده المركز الاولاني. اما المركز الثاني مركز الهجوم، يعني نادي الزمالك جاب لعيبه جامده جدا على الاطراف، جاب لعيبه جامده جدا في نص الملعب، جاب لعيب زي عبد الله السعيد بيعرف يصنع فرص، جاب لعيب زي نصر ما بيعرف يصنع فرص زي احمد حمدي. ولكن المهاجم عندك الجزيري، عندك ابراهيم مباي ممكن تلعبه كمهاجم يعني، وعندك سامسون. الثلاثه دول يا باشا، الثلاثه دول، هل بقى سامسون هيتالق زي ما بيتالق في الوديات؟ هل الجزيري يتالق؟ ولكن انت ما حلتش مشكلتك التهديفيه اللي كانت عند الاهلي. يعني الاهلي كانت عنده لما جاب موديس برضه فضلت عنده، فراح جاب اسامه ابو علي، لسه ما شفناهوش مع الاهلي في ماتش رسمي. ماشي؟ فانت بتتكلم ان نادي الزمالك ما حلاش المشكله بتاعت المهاجم برضه. فعارفين الفرقه داخله ان هي ما عندهاش المهاجم يعني ممكن الجزيري يتالق ويستمر، ولكن احنا بنتكلم على اللي فات، بنقيس على اللي فات اللي احنا كنا شايفينه، ان نادي الزمالك لما يجيب احتياجاته في يناير كان من ضمنهم لازم يكون مهاجم ومدافعين مش مدافع. جبت ياسر حمد كنت لازم تجيب مدافع كمان، ولكن الاصابه دي بتاعت ربنا. هل بقى المدرب الجديد هيعمل توليفه ناحيه الهجوم ان هو يعمل اللي لا مركزيه، لا مركزيه اللي هو وهم كده بقى، هل هو هيطبقها؟ هل هو هيعملها؟ ده اللي هنشوفه مع المدير الفني الجديد، ان هو لسه بيشوف. يعني افتكر تصريحه امبارح، قال لك انا الفرقه اللي انا اتفرجت عليها غير الفرقه اللي انا جيت اشوفها، قال لك اضافت لعيبه جديده ولسه هشوفهم بقى. فانت بتتكلم ان هو المدرب كان عامل يعني كان بيتفرج على ماتشات الفرقه النادي الزمالك، فكان عارف النواقص وكان عارف المشاكل اللي عند الفرقه والكلام ده كله، ففجاه لقى في صفقات جديده ولاعيبه اتضمت والكلام ده كله، فقال لك لا يا باشا احنا نشوف بقى من الاول وجديد ونقارن بقى ونعمل منافسه ما بين اللعيبه والكلام ده كله يا برنس. فحرفيا دولت المشكلتين اللي عند نادي الزمالك، والواحد بيتمنى ان هم يقدر المدير الفني الجديد ان هو يعالج المشكلتين دولت، ونشوفه مع الماتشات اللي جايه. ان حرفيا خلي بالك ان نادي الزمالك اول ماتش ليه رسمي امام الاسماعيلي يوم 19/2 يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك واشتراكك في القناه، وزي ما قلت لك عاوزين نوصل الفيديو ل 250 لايك يا برنس. سلام.